سادي ناز، لوين رايحة من الصبح؟ على الحديقة. وشو من شان هاي الشنطه؟ ولا شي. هاتيها لشوف. بابا هاتيها. مو قلت لك ما عاد تكسبي علي مرة تانية؟ أنا أبوكي ولك بهيمة. أيا بنتي، أنا يلي بجلي الجليات وبغسل الغسيلات، وأنا يلي بطبخ الأكل، حتى إني بدير بالي على أخواتي وعولاد العالم، شو هالأبوة؟ سادي ناز؟ خلاص، داخلينا منك بكفي، أنت ما بتحكي معنا ولا بتسأل عن أحوالنا وحياتنا. بدك يعني إلك الحقيقة ما؟ تكرم عينك، أنا رايحة على السباق ورح تندم إذا حاولت تمنعني. يا ريت أنا رح جبتها. لا تقلق، شوي وبتوصل لهون. على طول بتتأخر، ما قدرت علمها تبطل هالعادة. طلع المدرب وانت عم تلعب. أهلين أخي رفيق. جبت لك معي كل السائقين اللي بالشركة، رح نولع المدرجات. يكتر خيرك أخي، فضلت. وين بنتنا؟ ناطرينا لتجي. تمام، روحي لهنيك وشوفي لنا شو عم يعملوا. ماشي عمي، شوفك بعد ما يخلص السباق. أخي آسف، صدقوني ما بعرف شو عم بعمل. لا هلأ. تخاف، أنت مدرب حقيقي. بالتوفيق. شكرا لك. شكرا. العفو. فضلت. كانوا عم يتسابقوا من باب التدريب يا عمي. شو ألعاب أولمبية؟ شو عم يعملوا كل هالناس هون؟ هذا الشيء مانو مخالف للقواعد.